أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. العالم الجديد، العراق يستورد سلعا إيرانية بمليار دولار خلال شهرين. العربي الجديد، العراق أمريكا توقف الدفع مقابل المعلومات الأمنية. العرب اللندنية، التحالف العربي يطوي رهانات القوة ويفرض اتفاق الرياض. الشرق الأوسط، 1420 إصابة جديدة و855 وفاة بفيروس كورونا في مصر. صحيفة الدستور، البرازيل تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا. القدس العربي، موجة غارات إسرائيلية هي الأوسع على سوريا. على الزمان، البرازيل تختبر لقاحا ضد كورونا طورته جامعة أكسفورد. يقول الكاتب مصطفى الرشيد، القائمة تطول وصولا إلى مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ومراجعة عقود التراخيص النفطية بالاستعانة بشركة قانونية دولية رصينة، كلها أمور ممكنة وغير ممكنة، فالفاسدون لديهم قوة السلاح، وفساد الدولة العميق والكاظم يملك الدعم الدولي وممكن أن يحصل على دعم الشارع العراقي والمؤسسات العسكرية العراقية إذا غامر بسياسة الإصلاح. تابع العراقيون يوم 23 حزيران عام 2020 تصريحات السيد علي علاوي وزير المالية بشأن التقشف المطلوب لمدة سنتين على الأقل، وبأنه لا يوجد خيار أمام الحكومة إلا اتباع هذه السياسة أو الاصطدام بالحائط. وتعليقا على ذلك، نحن نتفق من حيث المبدأ على ضرورة التقشف ليس لمدة سنتين ولكن كسياسة عامة، ولكن الرؤية للتقشف هي ما نختلف به مع السيدين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ووزير ماليته السيد علاوي. فما هو مطلوب هو الإصلاح وإيقاف الهدر ومكافحة الفساد عبر عقلنة وترشيد الإنفاق. هذه السياسة تتطلب أولا أن تطبقها الحكومة على نفسها، فالنظام الحكومي العراقي أرهق نفسه ليس فقط بملايين الموظفين والعجز عن خلق فرص عمل في القطاع الخاص، بل دمر البنية التحتية بسوء الإدارة والفساد، وعلى سبيل المثال موضوع هيئة المستشارين التي تشكلت في حكومة المالك الأولى على الأرجح هي فساد وهدر دون أي مبرر. وحسب ما نسمع أن هناك حوالي 80 مستشار بدرجة وزير، وهذا يعني بلغة الأرقام على الأقل كل واحد يأخذ 8 ملايين دينار مع سيارتين وأربع إلى خمس أفراد حماية غالبا فضائيين. وطبعا كلف السيارات من صيانة ووقود تتحملها الحكومة أيضا. وإذا حسبنا فقط جزافا والمبلغ أكبر، إن كل واحد من المستشارين يكلف مع حمايته وسيارته وراتبه 10,000 دولار، هذا معناه كلفتهم السنوية 9,600,000 دولار، يعني حوالي 10 ملايين دولار سنويا. يضيف الكاتب، تقشف يتحمله الشعب هو أمر مرفوض ما دامت مليارات العراق منهوبة وتنهب يوميا. نعم، الشعب سيدعم تقشف إذا ما وجد أن الحكومة فعلت سياسة الإصلاح ومكافحة الفساد، وتحتاج إلى مزيد من الدعم من الشعب. بغير هذا فخياركم ليس كما قال الوزير علاوي أما التقشف أو الاصطدام بالحائط، وإنما إما الإصلاح أو الاصطدام بالميليشيات الحزبية وخصوصا الشيعية منها ذات النفوذ، أو التقشف على الشعب والاصطدام بحائط الشعب. بالحالتين سيكون هناك صدام
فإما أن تواجهوا الميليشيات أو أن تسفكوا دماء العراقيين كما فعلت حكومة عبد المهدي. الدكتور أحمد عبد الرزاق الشكارة يقول: لا توجد طبعا معادلة صفرية في عالم ما بعد كورونا. السؤال الحيوي المطروح: كيف يمكن للدولة أو للدول أن تعالج الجائحة وتتجاوزها؟ الإجابة يمتلكها طرفان في المعادلة السياسية. يفترض أن لا تكون صفرية تجلب الويلات ومزيدا من عواقب إنسانية، أولهما الأقل تسيدا في الساحة السياسية للقوى المتحكمة بالنظام الدولي يركز على عقول وأذهان بل وقلوب الملايين، قائلا بضرورة تفعيل مسار التضامن العالمي الحقيقي ليس فقط خلال مرحلة التوصل لمصل أو علاج شاف يقضي على كورونا بدرجة تجعل الجنس البشرية مطمئنا للقادم من الزمن. أكثر من 185 إلى ما يقرب من 200 دولة يعيش سكانها في القرية العالمية استوعبوا دروسا مهمة بل وجارحة أحيانا لن تنسى من استمرار جائحة كورونا، منها ما هو إيجابي وآخر سلبي. يفترض أن يتم استبعاده كليا من قائمة الدروس المستفادة من الجائحة. قول الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون يلخص لنا الفكرة التي أود طرحها ومناقشتها، ليس من المطلق الفرنسي بل من محور الاهتمام العالمي الإنساني لتداعيات الجائحة. أشار ماكرون إلى ما يلي: هذه الفترة الزمنية ستعلمنا الكثير، ثوابت وقناعات عدة ستزول كليا، وعديد آخر منها كنا نفكر أنه من الاستحالة وقوعه أضحى حقيقة أو واقعا. إن اليوم التالي للانتصار، هذا إذا صحت في عرفنا مثل هذه الكلمة، لن تكون عودة لليوم السابق لاندلاع الجائحة. سنكون أقوى معنويا، سنستلهم الاستنتاجات كلها. صيحة قوية تحمل مقدارا عاليا من الثقة بالنفس ذاتها حملتها رياح هبت على دول أخرى، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين، مرورا بدول مختلفة ومنها في منطقتنا الشرق أوسطية شمال أفريقيا معروفة بمينا في جذورها وتقاليدها وأفكارها، حكمائها وفلاسفتها وسياستها، وما أنتجوه من فكر إنساني أسفر عن تصورات ورؤى وإنجازات حضارية نابعة من حقب تاريخية مرت بها هذه القوى العالمية، تحتاج منا لسنوات وسنوات لدراستها مليا كي نتعرف كيفية بلورة وصياغة أنظمتها السياسية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية والعلمية والتقنية. ويضيف الشكارة: ولكن لحيوية وضرورة تنمية التضامن على المستوى الكوني لهدف حماية بقائنا وتنميتنا المستدامة إنسانيا في كوكب أزرق وأخضر واحد، علينا الحفاظ على نقاوته من التلوث وهو أمر ليس من السهل، تبين خريطته الذهنية على الأرض الواقع، طالما مرحلتنا الانتقالية ستطول ربما 3 أو 5 من السنوات، حيث قد يعيش العالم ما يعرف أو يعرف بالانفصال المجتمعي والهيمنة المركزية لأنظمة الحكم مهما كان شكلها السياسي. يقول الكاتب كاظم المقدادي: جل رموزنا الوطنية والثقافية دفنوا في الخارج، أو أنهم ماتوا فوق أرضهم غرباء، لا بل إن بعضهم فضل أن يدفن على أرض أخرى غير أرض العراق، وهذا ما حصل مع الجواهري وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة، ربما خوفا من نبش قبورهم أو من إهمال حكومي مقصود كما حصل مع الدكتور علي الوردي وآخرين. أتساءل أحيانا هل الصورة هي التي تفسر المعنى أم أن المعنى هو الذي يؤطر الصورة ويمنحها شرعية الوصول والتأثير؟ نحن اليوم أمام فعل الصورة في تأثيرها وشدها وجذبها، لأننا نعيش العصر الذي تجاوز النص في حالات كثيرة. أعني
أن الناس وبسبب تلاحق الحوادث المثيرة وتسابق الأخبار العاجلة وما أطلقت عليه في كتابي تصدع السلطة الرابعة بالحمى الإعلامية وهي نتاج تناقض السياسات في عالم متحرك فيه تباين واضح في التصريحات ولا عقلانية في المواقف والتلميحات ولا قدرة في التمييز بين الخبر الحقيقي والخبر المفبرك وبين صورة الأصل والصورة المزيفة. الصورة وعلى الرغم من تأثيرها المباشر في نفس المتلقي الذي كثيرا ما يبحث عن سندويشة خبرية تشبع فضوله هي الأخرى لم تنجو من الأعراض الجديدة لعملية الاتصال لأنها أمست أسيرة فنون الفوتوشوب وتشويهاته وتحايلاته. حديثي هذا ينسجم مع كل قضية إعلامية تكون عادة حديث الناس مثل ما حصل عند وفاة النجم الرياضي أحمد راضي حيث ذهبت بنا الصورة المؤلمة إلى أبعد مدياتها وصرنا نتخيل أن الملاعب العراقية وقد أمست بلا كرة تتدحرج وبلا جمهور يتفرج. الصورة تدل إلى أن هناك إهمالا قد حصل وأن العناية المركزة لم تؤدي وظيفتها كما يجب وأن المنظومة الصحية في العراق منظومة كرتونية وإن كانت هناك بعض الأجهزة الحديثة فهي إما أن تكون غير مجدية أو معطلة بسبب سوء الاستخدام. ويضيف المقدادي معظم رموز العراق صاروا مثل الآثار وصاروا مثل التحف والشواهد الحضارية نجدها في متاحف الدول الأجنبية وليس في متاحفنا. في فكرة أن يقوم وزير السياحة والآثار بنقل رفات مبدعين من العواصم العربية والأجنبية وإقامة متحف خاص بهم تعرض فيه أعمالهم وانتاجاتهم وأيضا كتبهم وملابسهم وآثارهم ويكون مزارا للعراقيين والعرب. هذه فكرة في باله، إنها حديقة المعرفة، حديقة العظماء الذين يمثلون الوجه الناصع والمشرق للعراق الكبير الذي نريده. متى تغيب الدولة ومتى تحضر؟ حارث رسمي الهيتي يقول الكاتب حارث من الممكن أن تقاتل الدولة نفسها في لحظة تأزم لعلاقتهما في لحظة معينة، ممكن أن تنفي أو تلغي الدولة في مساحة معينة ووقت معين أو تنفى أو تلغى أو أنها تلغي الآخر أو تلغي الآخر المختلف معها وبهذا فقدت سببا رئيسا من أسباب وجودها أو إقامتها. وما الداعي لوجودها في الوقت الذي يجد كل مواطن أو مجموعة مواطنين أن في هويتهم الفرعية ضمانا لوجودهم وتعبيرا عن مصالحهم؟ نطالع. في البدء لا أقصد بمفردات الحضور والغياب، التواجد والغياب المكاني، بقدر ما أعني بها النجاح وما يقابله. الإخفاق أو العجز أو حتى الفشل، فحضور الدولة هو ما تستطيع أن تقدمه بوصفها دولة، وبعبارة أدق، حضورها باعتبارها ناظما للأمة ومسيرا للحياة اليومية. حضورها باعتبارها جهازا منبثقا عن تلك الأمة المجتمع. هذا الجهاز الصناعي أنتجه المجتمع لا مفروضا عليه. ومن جملة التعريفات التي توصف هذه الكلمة الدولة أجدني أكثر ميلا إلى تعريف فريدريك أنجلس الذي يؤكد على أنها وليدة مجتمع ما في لحظة تطور والتورط في آن واحد. والتورط الذي يشير إليه أنجلس يقصد به التضاد أو الانقسام الذي يحدث بين طبقات اجتماعية لكل منها مصلحته الاقتصادية التي تتنافى وتتقاطع وتتقاتل حتى مع مصلحة الآخر، ما مما يتوجب إيجاد طرف يقف فوق الجميع ويحتكم الجميع إليه. هذا الفوق الذي يستطيع أن يفرض نفسه على المتخاصمين كي لا يقضي أحدهم على الآخر أو يلتهمه بحسب تعبيره. هذا الفوق الذي ينفصل تدريجيا عن المجتمع ويسمى دولة. إذن نفترض من هذا الإنتاج إن لهذا الجهاز الدولة وظائف لا تكمن فقط في أن تتسيد المجتمع وتقف فوقه،
بل إنها وبمرور الوقت سترسمه من جديد، ستعيد ترتيب أوراقه ومطالبه ومصالحه، وستناط بها مجموعة من الوظائف الأخرى والتي يفترض المجتمع أن تحققها له، وارتباطا بسبب ظهورها الأول وسبب إيجادها من أنها سوف لن تسمح لأحد الأطراف المتخاصمين بالقضاء على الآخر. وجب امتلاكها للعنف ووسائله وسيطرتها على أدوات القهر والقوة. ويضيف الهيتي: سواء كانت تلك الهوية قائمة على أساس ديني أو إثني أو مذهبي، ما الغرض منها وهي تفشل في وظيفة مهمة من وظائفها حين لا تستطيع أن تخلق من التعدد الذي يمتاز به ذلك المجتمع هوية يتبناها الجميع ويتحول بفضلها كل الأفراد والجماعات إلى مواطنين لا يتميز أحدهم عن الآخر بفضل هويته الفرعية. يقول الكاتب ممدوح المهيني: واضح أن بولتون رجل المبادئ الكاملة في السياسة الخارجية، رآها فرصة أخيرة في عهد ترامب لتحقيق نبوءته. لقد رآها المحاولة الأخيرة في السيطرة على عقل رجل اشتغل طوال عمره في عالم المال ولم يهتم بما يحدث خارج حدود الولايات المتحدة، ولم يكن يريد التنازل عن أي فكرة مترسخة بعقله حتى يحافظ على سمعته نظيفة. لكن محاولته الأخيرة فشلت بشكل متوقع وقرر أن يصدر هذا الكتاب الغاضب. بعد تداول أنباء عن تعيين ترامب لبولتون مستشارا للأمن القومي، دب الذعر بين مناصريه من الجمهوريين الانعزاليين. لقد خافوا أن يجر بولتون رئيسهم إلى حرب جديدة تلطخه بالدماء وتورطه وتجعله يخسر الانتخابات. شنوا حملة عليه لإخافة رئيسهم المفضل، وسخروا من سلوك بولتون الغريب وملابسه الرخيصة وشاربه الكث. لم تخفي هذه الحملات المرتبة ترامب الذي أعجب بتعليقات بولتون على فوكس نيوز ومضى في قراره، ولكنه عزله بعد 17 شهرا فقط بتغريدة. لكن ما الذي حدث وفجر الخلاف الذي انتهى بالكتاب الأخير الذي أصدره بولتون، والذي يهدف إلى تلطيخ صورة رئيسه السابق بكل طريقة ممكنة وحرمانه من إكمال سنوات أربع إضافية في البيت الأبيض؟ الخلاف بينهما بسيط في الشخصيات والأولويات. بولتون رجل المبادئ الكاملة في السياسة الخارجية، أي أنه يؤمن بمنظومة كاملة من الأفكار والمبادئ حول دور أمريكا في العالم. غلطة ترامب أنه لم يفهم شخصيته، وقد اعترف بذلك عندما قال في تغريدة إنه ندم لأنه لم يطرده مبكرا. مثالا على ذلك، رجل المبادئ الكاملة لم يهضم أن يلتقي رئيسا لأمريكا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لعقد صفقة سلام محتملة، ولهذا نأى بنفسه عنه رغم منصبه المهم، ورفض حتى أن يظهر على شاشات التلفزيون للدفاع عن المحادثات، وأصيب بالغم من رسائل الحب بين الزعيمين. ويضيف المهيني: هل سيؤثر كتابه على حظوظ ترامب في إعادة الترشح؟ على الأرجح لا، جمهوره الداخلي غير مهتم بالسياسة الخارجية، وبولتون على خلاف شديد مع الديمقراطيين الذين يلومونه الآن على عدم مشاركته في الشهادة في أثناء محاولتهم عزل ترامب. إذن من المستفيد من الكتاب؟ ماديا بولتون، ولكنه أضر بسمعته الصقورية التي رسخها خلال أعوام كمحارب حقيقي ضد الإيرانيين، ويسعى الآن للإطاحة بإدارة الرئيس التي تخنقهم وتلاحقهم في كل مكان. يقول الكاتب شفيق ناظم الغبرة: إن العدالة والظلم والعنصرية والتفرقة هم قضايا للتعليم والصحة والمساءلة والحكم الرشيد والحريات والاقتصاد والفساد والاستقلالية السياسية للدولة ستكون أولوية لدى المجتمعات العربية، فهل ستكون هذه القضايا المفصلية أولوية لكل الحكومات
أم أن الحكومات ستضطر لمواجهات قادمة مع شارع غاضب لن يقبل بتأجيل ما يمس واقعه اليومي؟ إن البطالة والفساد والعنف الرسمي وتقنين الحريات وسقوط الاقتصاد لن ينتج إلا مزيدا من دعم الاستقرار. نتابع. الضياع العربي تحول مع الوقت لضياع في بنية الدولة وفي مقدرتها على الانتاج ومنع تغول الفاسدين في المؤسسات. إن ضعف بنية الدولة أدى لضياع الدولة العربية بين التناقضات، بحيث لم يعد لديها القدرة على التعامل مع أبسط المشكلات. لقد اشتهرت الدولة العربية في معظم الحالات بقدرتها على التسكين عبر ضخ أموال لا تملكها وعبر الاستدانة من بنوك العالم دون امتلاك المقدرة على إدارة هذه الأموال. وتلجأ الدولة للقمع المنظم عندما تتناقص مواردها ولا تقوى على استيعاب الاحتجاج. وبينما يتصادق عدد من العرب مع الولايات المتحدة، نجد أن العلاقة مع الولايات المتحدة لم تعد تقوم على أرضية التكافؤ كما كان الأمر نسبيا في السابق. فالتوازن في العلاقة الأمريكية العربية الذي عرفناه في سبعينيات القرن العشرين لم يعد قائما اليوم. موقف العرب في 2020، وخاصة بسبب طريقة الرئيس ترامب وطبيعة مطالبه منهم، هو الموقف الأعقد للدول العربية. لقد هدد ترامب الدول بأمنها وأموالها، كما هدد بسحب الحماية إذا لم يتم تمويل ميزانيته عبر شراء أسلحته، كما وهدد بنفس الوقت مصالح الدول العربية من خلال صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية للقدس. لقد استغل الرئيس ترامب خوف عدد من النخب العربية من إيران وتوسع إيران في الإقليم بهدف إحكام سيطرته على منطقة الخليج بالتحديد. لكن موقف ترامب من إيران أوصل الأمور للحافة دون أن يساعد ذلك على التوصل لحل سياسي. لهذا فموقف ترامب من إيران لم يغير من التوترات التي تشهدها الحالة العراقية واليمنية واللبنانية والسورية. ويضيف الغبرة، وبينما يتطور الحراك الثوري الأمريكي في ظل آليات ديمقراطية تحد من قدرة الجهات الأمنية والدولة على قمعها، إلا أن الانفجار العربي القادم سيقع في ظل عدم توفر أي من الآليات الديمقراطية الضرورية لضمان انتقال سلمي في الواقع العربي. ما هو قادم عربيا أكبر مما نتوقع، فالشعوب على وشك أن تصل للمرحلة الشائكة لم يعد لديها الكثير لتخسره عندما تعبر عن غضبها وتسعى للتغيير. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. إلى صدى أقلام جديد في أمان الله.